العرض هذا مقدم البنك الأهلي وساري حتى 30 سبتمبر 2022 لا يفوتك. حياكم الله متابعين ربع نت من جديد. اليوم عند هبال عند وكيله شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة أحدى شركات علي زيد القريشي. قبل أن نبدأ كالعادة لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السيارات. أنا عبد العزيز ويلا خلينا نشوف عروض هبال وش عندها اليوم. بإمكانك تقسط بتوفير ممتاز لأن هامش الربح يبدأ من فقط 0.99% لا غير وبدون دفع أولى وبدون رسوم إدارية على جميع سيارات هبال موديلات 2022. ونبدأ التغطية مع هبال دارغو. دارغو تجي بفئتين سبورت سعرها 109,239 ريال سعودي وادفنشر 124,189 ريال سعودي. طبعا دارغو صورناها بفترة مع أخوي طلال العاصمي, تقدر تدخل اليوتيوب أو بحطكم الرابط حق تست درايف للدارغو بشكل كامل. طيب ولا ننسى أن جميع الأسعار ذكرناها شاملة ضريبة القيمة المضافة, وأيضا نرجع أذكر مثل ما قلنا العرض بدون دفع أولى بدون رسوم إدارية وهامش ربح يبدأ فقط ب 0.99% لا غير. دارغو من السيارات اللي تجي بطابع كذا فرود, يعني كذا رف قاسية شوي, كل شيء كذا نفس مثلا عندكم الاف جي نفس الرانجلر ونفس الطابع هذا. الدارغو تجي بمحرك 2.0 تيربو تشارج مع جير 7 سرعات دبل كلتش انارة امامية LED جن 19 دفع رباعي مستمر زي ما قلت لكم ودفلوك خلفي للفئة العليا اللي هي الوحدة, وزي ما قلت لكم الطابع نفس سيارة الافرود صدمات بالأسود. هذه هي الدارغو. والسيارة الثانية معنا هي هبال H9 أكبر سيارة في عائلة هبال. H9 تجي بثلاث فئات, أول شيء سوبر ديجنيتي سعرها 135,114 ريال سعودي شامل ضريبة, بعدين ديجنيتي 128,214 ريال سعودي, بعدين كومفورت 116,139 ريال سعودي شامل ضريبة. من الداخل السيارة جدا جميلة كلاسيكية شوي ولكن فخمة, طبعا مع جير الزد اف المشهور اللي يصنع حاليا البي ام دبليو, يصنع لسيارات ايضا رينج روفر, وفيها انظمه دفع رباعي كثير دبل خفيف وثقيل, فيها دفلوك امامي ودفلوك خلفي واكيد ثلاث صفوف مقاعد جدا فخمه. الاتش 9 ما شاء الله اللتر الواحد يمشي 11.4 عفوا. وهنا جهه السائق طبعا في الله كلكم دعاسه كهربائيه تطلع مع فتحه الباب. والحين ننتقل الى الجوليان. جوليان موديل 22 تجي بثلاث فئات, بريميوم ب 85,646 ريال سعودي, اكتف ب 76,464 ريال سعودي, والبيسك ب 68,989 ريال سعودي شامل الضريبه. السياره فيها 360 درجه بالكاميرات وايضا اوتو بارك, سياره توقف من نفسها, زائد فيها كشفات LED بالكامل وشحن خلفي, وايضا فيها شاشه بمقاس 12.3 انش. نوقع عليها نظره من الداخل وتعتبر هي اصغر سياره في عائله هبال او اصغر كروس اوفر في عائله هبال. بسم الله. هذه من الداخل جدا جميل ديكور, مع انها صغيره من الخارج لكن تحس فيها وسع جدا جميل من الداخل. واخيرا صور هبال H6 GT. هذه السياره اللي راح تنافس في فئه صعبه وصلت عند الوكيل, تجي بقصة الكوبيه نفس باقي منافسينها من السيارات الصينية, تجي فيها واحدة بس 126,488 ريال سعودي شامل ضريبة. في لمسات بسيطة من الهبال H6 ولكن بعض التحسينات الرياضية بالشكل, يعني خلوه أكثر حدة من الهبال H6. شايفين تطعيمات كاربون فايبر غريب, هي طريه شويه لكن بشكل كاربو فايبر شكلها شوي غريب, اول مره اشوف سياره زي كذا. عموما جدا جميله صراحه, الكراسي شموا مع جلد, ايضا هنا مسوين زي الكاربو فايبر برضه طري, اول مره اشوف كاربو فايبر طري, بس صراحه شكلها حلو ترى, صدق ما امزح معكم شكلها جدا جميل. شوف كيف شكل الداشبورد, اعطوني رايكم اللي شاف الجي تي ايش رايك فيه, هو ولا الهبال H6 العادي؟ جناح خلفي صح جلوس بلاك مع ايضا دكتيل هذا.
في الختام عطني رايك، وش السياره اللي ودك تمتلكها من عائله هبال؟ واذا انت واحد من ملاك سياره هبال ليت تكتب لنا في خانه الوصف وش رايك بالسياره، خلي الجميع يستفيد من تجربتك انت يا تجربه المستخدم. في الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات. انا عبد العزيز، مع السلامه.